فمعلش ممكن مداخلة؟ تفضل. معلش ممكن تدوني المايك شوية؟ عشان عندي كم تعليق. أول حاجة شفت كده كأن نبرة حزن على راموس عشان بكي. ايه كنا مهند كان حزين. إيه لا معلش 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 يستاهل هذا مع محمد صلاح غالبا طبعا. اوكي فاكر اللفه اللي لفها الولد محمد صلاح؟ معلش معلش على فكره ايوه كان معلش هذه نبره الحزن ما حبيتها منك ابدا. اتفضل. بعد نهائي الشامبيونز ليج بليفربول وريال مدريد كل المحللين وكل حتى البرشلونيه قالوا الغلط في البدايه على محمد صلاح. لا حول ولا لف الموضوع. ممكن اقول لك شغله ممكن اقول لك شغله كوره شفتها بالبطيء شفتها من كل الجوانب اخذوا لفه واخذوا لفه واخذوا لفه. معلش معلش الله يرضى عليك كانكم اليوم المحلله معانا. لا 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 معلش والله لو مين محلل معلش انا بقول لك لا ضربوا ومعلش يستاهل الدموع.